والله اعتقد انه الاهلي كان بيلعب على قد المباراه، يعني انا كنت شايف انه بعض يعني او السياسه العامه للاداء كانت ان احنا ما نبذلش مجهود يعني علشان نوفره للماتش النهائي. اعتقد ان هم ادوا الغرض من المباراه ونجحوا يعني ان هم يتعادلوا 2-2. هو مباراه امبارح كانت تمام، بس هو الشوط الثاني الى حد ما كان قلبت الموازين شويه. هو كان الاهلي حلو بيلعب حلو، بس الماتش الثاني احسن من الاولاني تمام، وكان الاهلي يقدم مباراه حلوه. والله هو لعب كويس، بس كان بيلعب بارتحيه لان كسبان في مصر هنا 4، فطبعا اما جاب واحد هناك فالماتش طمنهم، فطبعا لعبوا بدون مجهود على اساس في ماتش لسه للاهلي في الدوري، اول ما يرجعوا بعد كده يستعدوا لمباراه الوداد. امبارح الماتش كان جامد جدا بصراحه، اللعيبه اشتغلت على نفسها جامد جدا، يمكن كان احسن من الماتش اللي قبليه بكتير، كان في شويه نقط ضعف الماتش اللي فاتت عالجوها الماتش ده. بالنسبه للنادي الاهلي طبعا، النادي الاهلي نادي القرن واكبر نادي في افريقيا، طبعا كلنا كنا مبسوطين امبارح بالاداء امبارح اللي اداه الاهلي في الجزائر مع وفاق ستيف، وراي المباراه عامه كلها كانت كويسه والحمد لله قدرنا نحقق اللي احنا عايزينه. كويس ان احنا صعدنا للنهائي وان شاء الله ناخد البطوله ان شاء الله تعالى. والحمد لله الواجب الهجومي كان حلو والدفاع برده كان حلو. احنا امبارح لعبنا ماتش حلو جدا، بالذات في الشوط الاول كان ماتش مهاري، واحنا استحوذنا على الكوره كويس جدا واستغلنا الفرص اللي جات لنا. وطبعا بنقول مبروك لكل النادي الاهلي وكل جماهير الاهلاويه وبالتوفيق الماتش اللي جاي، ونتمنى ننجح ان احنا ننقل الماتش من مركب محمد الخامس نوديه اي مكان. امبارح والله يعني هو اللعيبه كلها ادت اللي عليها، يعني احنا كنا بنقول ان الثلاث ماتش اللي حصل الدروب اللي حصل في الدوري ده كان كلنا عارفين اسبابه، الارهاق وضغط الضغط اللي كان موجود على اللعيبه مباريات كتير وكان بيخلص يلعب في افريقيا وكده، فكنت واثق الحمد لله. وزي ما قال المدير الفني الكابتن سيماني ان اللي انا طالما فرقتي بتوصل كتير والكلام ده فالحمد لله مش قلقان، واحنا الجماهير كمان مش قلقانين، بس نتمنى ان شاء الله ان يتلعب في مكان محايد بس مش اكتر. محمد شريف، كابتن محمد شريف بصراحه عمل مجهود امبارح كان حلو جامد جدا يعني، وكويس الحمد لله ان احنا وصلنا لكده. بصراحه كان احمد عبد القادر وشويه ديانج، يعني اعتقد ان احسن لاعب في المباراه هو محمد شريف، نزل في الدقيقه كام وجاب جون عزز بيه موقف النادي الاهلي وخلى صورته حلوه ورجع بتعادل قيم. ومبروك للنادي الاهلي ومبروك لجمهور النادي الاهلي، وال11 ان شاء الله.